حمت روح بجفاهم من حماها وترى التمت الوادم من حماها صرت مثل اللحبلت من حماها جابت والفرق مو شعلة خير الله هي حفظك ويطيرك بجاه الزهرة الله اي أيوة والله كمل كمل نروح البيت كيفك حبيبي تريد تروح روح يا علي بن ابي طالب روح تعال تعال وراي حقود صدق تحكي انت ايش بيك؟ اقعد اول شيء نختم اريد اختم لا دمرتني ايش تختم؟ اختم سود انا انت وين النور؟ شلون تطلع من الاستوديو هيك تعال صدق تحكي شوي بس وخر يا معاون تعال وين المخرج؟ صحنا المخرج اقعد انا هنا المخرج يا مخرج يا معاود وين ايش بيك بسوق الخدمة ما اخليك بس تعال اقعد تعال طفص ما انطيك وخر تعال يا معاود وخر بس اريد اختم وروح ايش تختم؟ ايش سوينا هنا؟ يختم هو تعال معاوت ارجع راح ملي الكعبة اقعد بديت وياك انا شلون تعوفني انت مو صاحب لحد شلونك ان شاء الله هلا اه شكو يلا نبلش الحلقه شكو ها ول شكو شكو يلا امشي يلا امشي امشي اطلع تفضل نبلش يا معاد امشي اطلع ترى جوعان وفاين حاض امشي يلا ايش دخلك هنا امشي انا هذا صاحبي يعني انت تعرف البرنامج برنامجي وانا دا اقدمك ايش دخلك هنا اطلع برا يعني هسه شنو الموضوع؟ بس تفضل هنا استاذ. نعم استاذ. طيب ماشي ثاني هذا صاحبي انت شنو اني معود يا صاحب صدق تحكي انت؟ اه ما تنطن فرصه للشباب راح تقعد وياها انا اعرفك انا اعرفك يعني استاذ الموضوع كله شنو؟ ابو امنيه مدخلي بس يعني تفضل خلينا نبدا البرنامج. استغفر الله نعتذر على الشيء اللي صار وياك